أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، رجعنا لكم في مواكبة مستمرة للأيام العلمية الرابعة للمعالجة بالنباتات الطبية للأمراض النفسية والعصبية اللي تنعقد اليوم بولاية المنستير. سعيد جدا بحضوره معايا دكتور رمزي تركي صيدلي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك، تشرف. شكرا لك على قبولك الحضور معنا. أولا دكتور، لو نحكيه على أهمية المعالجة بالنباتات الطبية للأمراض النفسية والأمراض العصبي. المفيد احنا اليوم في المؤتمر اللي نقدمه فيه ان نكون مع حضور اطباء وصيادلة مختصين في العلاج بالنباتات الطبية، والمهم احنا في هذا المؤتمر ولا في هذه الايام انا باش نقدمه في بعض محاضرات تحسين وتطوير استعمال النباتات الطبية على مستوى وعلى الامراض بالخاصة تخص النفسية والعصبية لتحسين العوارض نتاع معناها الامراض هذه والناس اللي تعاني منها، باش نحسنوا في حياتهم العاديه، باش نقصوا لهم العوارض نتاع الامراض، باش نخليهمش يوصلوا الامراض هذوما. فهمت؟ كان نحكيو بار اكزومبل شنو الامراض كيما الزهايمر، كيما الباركنسون، كيما السكليروز اون بلاك. فهمت؟ هذوما ديبرسيون وي ديبرسيون زاد كيف كل ما تخص الامراض العصبيه والنفسيه. انت دونك احنا بي في احنا قاعدين نحينوا في حاجات جديده بالمناسبه. زاد معنا انا شراكه مع جمعيه من امريكا من شيكاغو بالضبط، انا قاعدين ندخلوا توا في نتطرق بالخاص الحاجات الجديده ان نجموا ندخلوا الذكاء الاصطناعي في المعالجة. فهمت؟ وهذا حاجة جديدة وتعاون برشا الطبيب في التشخيص. فهمت؟ تجم تعاونه باش يتجه أنا هو يختار أنا هي أحسن طريقة للعلاج. دونك نحكيه على دونك أنت حكيت على حضور أجانب وحضور يعني بالشراكة في يعني يشاركهم في تنظيم الحدث هذا، وحكيت يعني على أكيد عنده برشا إيجابيات على تحسين المعلومة الطبية وعلى لا بريز اون شارج زاد دو مالادي عند الطبيب. حكيت ايضا على نحكيو على لا تكنولوجيا ارتيفيسيال في الذكاء الاصطناعي في تشخيص المرض. دونك هذا يساعد الطبيب انتيليجنس ارتيفيسيال. ايوه هذه تساعد الطبيب ياسر باش تخليه يتجه للعلاج الانسب بالنسبه للمريض. فهمت؟ وبطبيعة الحال معناها لازم يكون طبيب أخصائي في الأعشاب النباتية، حتى في الصيدلي معناها حتى هو زاد في الصيدلية يجم يعاون المريض. فهمت؟ باش يحسنوا في حياته العادية، باش ينقصوا من العوارض. فهمت؟ بطبيعة الحال ديما يرجع الطبيب وما فيها بس. فهمت؟ ولكن هذا احنا المفيد ان نجموا نعاونوا المريض يتحسن خاصه بالاعشاب الطبيه، ان نجموا نبعدوا شويه على الادويه، ولكن اذا كان هو ياخذ في ادويه عاديه يكمل بهم، نجم يزيد معاهم الاعشاب النباتيه. فهمت؟ باش نحسنوا في حالته ونقصوا له من العوارض. يعطيك الصحه، شكرا لك دكتور رمزي، ربي يفضلك. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.